مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في يوميات الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. الممثل الأمريكي هارفي كيتر في لقاء مباشر مع الجمهور في فقرة Conversation With، وكذلك الممثلة التونسية هند صبري لتقصبت التجربة ديالها السينمائية مع الجمهور. كنذكر أن مهرجان في دورته 18 قدمت ضمن العروض الخاصة الفيلم ديالها للقى نجاح كبير وهو بعنوان نورة تحلم. تابعوا معنا. الممثل الكبير إيرفي خدينا منه بزاف ديال التجربة الشخصية ديالو كممثل وكلقاءات السينما الهوليودية اللي صراحة متعتنا احنا كجمهور مراكشي. Donc voilà, c'est des rencontres très très riches. C'est vraiment un endroit où les passionnés de cinéma peuvent vraiment s'épanouir pleinement, puisqu'en fait, il y a des films à voir à profusion et puis des rencontres comme celle qu'on vient d'avoir avec Hervé Keitel. Les personnages d'Alim, lesquels ont le cinéma, c'est un peu sage. Mais dans la vie, ils sont très sages. مهرجان مراكش له مكانه في وسط المهرجانات العربية ومكان كبير جدا. أولا هو يستقطب أكبر عدد من النجوم من أمريكا من أوروبا، وهذا شيء مهم جدا لأنه حقيقة المغرب بلد جميل وكلنا يعني نفخر، أنا أفخر شخصيا بجمال هذا البلد وبضيافة حسن ضيافة المغرب والمغربيين لكل محبي السينما في وقت مهرجان مراكش. وهذه المدينة اللي أنا شفتها، أنا كنت في لجنة التحكيم عام 2006 في مهرجان مراكش وشفتها اليوم، ما شاء الله المدينة كبرت وسعت وزيانت كيف ما نقولوا بالتونسي. وفي نفس الوقت دايما البرمجة هايلة، دايما هناك أفلام مهمة جدا من كل أنحاء العالم. أنا دايما نكون فخورة، وقلتها البارح وقت اللي مسكت الميكروف قلت فخورة جدا باللي عملوه القائمين على مهرجان مراكش. الشواد دو كير سيتي اوسي ان شوا انفان سيتي C'était une opportunité que j'ai eue à 20 ans de partir au Caire faire un film avec Inès Dridi, un film qui s'appelait Mudakarat Murahika. J'ai été en train d'aller aux États-Unis pour montrer un film qui a été complètement interdit en Iran. Ça a tout été un film de Mel Jury après 10 ans qu'on a encore trop travaillé ensemble. Le film était complètement interdit, on était en train d'aller aux États-Unis pour montrer ça. Après, quand ils m'ont dit, bon, vous êtes pris pour ce film-là, j'arrivais pas à croire. En même temps, on a su que je ne peux pas travailler avec eux parce que j'étais iranienne. La conversation était extraordinaire aussi pour moi de rencontrer Hind Sabri, qui est vraiment une actrice immense, extraordinaire. Et j'étais, la plupart des moments, j'étais juste mesmerisée par sa beauté, la façon qu'elle parle. C'était génial de la voir et de pouvoir parler, participer à cette conférence avec elle. La salle était remplie, elle remplit des jeunes, c'était vraiment génial. كيبقى الهدف الأول للمسابقة الرسمية هو تشجيع وإبراز المواهب العاشقة والممارسة للفن السابع عالميا. بومبيروز ووادي الأرواح هما الفيلمين اللي شاركوا في المسابقة الرسمية اليوم. كان عندنا لقاء مع المخرجين ديالهم، تبعوا معنا شنو قالوا بخصوص مشاركتهم وكذلك شنو قالوا على الفيلم ديالهم. कहीं भी देख सकते हैं
بيتزا من دركي كانت رحلة مع الألوان مع الموسيقى كما عودتنا الأفلام الهندية، ولكن كانت فكرة ذكية أنها يكون الفيلم كرتوني يعني بالرسوم، أنا ما غنقولش متحركة طبعا، ولكن تعرفوا هذه الرسوم متحركة ماشي فورسيمون الأطفال، يعني أنتم أكبر دليل أن حتى البالغين هم تفرجوا فيه. كما عودتنا الأفلام الهندية دائما الخير في مواجهة الشر، دائما تحركات الممثلين والقصص كثيرة يعني في فيلم واحد، ولكن لا تحسين بالملل. الفيلم ديال بومباي روز عجبنا، عجبتنا ليستوار دايوغ، سي لا بروميير فوا كو جو فوا اون ان ديسان انيمي. هندو ہے وہ دور رہنے کا تیرے لیے نہیں ہے، تم مسلمان چھوڑ کو بیٹھا، اس پیسے سے برقع خرید کے گفٹ کر اس کو. ارے رکو سنو سنو، well, it's an animated film and it's a film about the streets of Bombay, actually, between two people who have diametrically opposite ends, and it's about how they meet, actually. Beaucoup touché parce que moi, je suis né en Colombie. Le film se déroule en Colombie. Il est bien fait, mais ils auraient pu raccourcir de moins une demi-heure le film. J'arrive toujours à avoir des émotions fortes, même si j'y connais par cœur chaque moment. Et je sais que c'est dû à Harley, les comédiens, qui à chaque fois dégagent une humanité énorme. لازالت فقرة بانوراما تواصل عروضها للأفلام المغربية. اسمعوا معايا شنو قال المخرج محمد نظيف عن الفيلم ديالو نساء جناح الجي. بغيتي ديري شي دورة؟ ماما كنطي بحال شي عود. كشي بالزربة؟ كنشر اللي داير بيا. انتي انسانه مهمه. مهمه لمن؟ خطبوها وصغرها وعاد قالوا عليها كذاب. ملي كتكون عندنا عائله ما كنفرحش. نساء الجناح جيم هو ثاني فيلم طويل لي، هو فيلم نسائي بامتياز، فيلم عن قصص نسائيه يحكي عن ثلاث مريضات وممرضه في جناح للطب النفسي، كتنشأ واحد صداقة قوية بيناتهم وكيحاولوا أنهم يتجاوزوا مشاكلهم وتصبح عندهم أو رغبة أو عودة للحياة من جديد. شنو دارك؟ حتى حاجة، غير والديا ما صدقوش هادشي اللي كاين. طافق لولي ماماك هنا كنبغيش نشوفها. خاصني نعاود كلشي لراجلي، ما نقدرش. علاش ما عمرك ما هضرتي معايا في هادشي؟ سعيد بهذا العرض الأول اليوم هنا وأنني نشاطر هاد العرض مع فريق الفيلم وفي مهرجان دولي في البلد ديالي، فهذا شيء جد 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 مهم لمسار الفيلم وجد مهم لي كذلك كمخرج. شنو وقع؟ دخلوا لبيتكم وما تهضروا مع حتى شي واحد في هادشي. واش ماتت؟ اش تجور سيتي كان اكسيدون. خصنا نبعدوا على بعضياتنا شي شويه. مش حيت القصه. غادي نقتلو. الو حليمه، حصلنا مشكل كبير. مشاركة في المهرجان مراكش الدولي بالفيلم نساء جناح جيم لأول عرض له في المغرب. في الحقيقة أنا فرحانة بزاف تواجدي في هذا المهرجان بهذا الكاليبر، ولقاء مع الجمهور المغربي ولقاء مع المخرجين والممثلين. حجة أنا حاسة براسي ضعيفة بزاف.
عليك الضحيه الاولى قلت لك ما عمرني قدرت نهضر. كنت زعما انت غتجي معنا ساعه مشغوله في التوجه ديالك. انا فرحانه بالتواجد ديالي في مراكش في الفستيفال الدولي في دوره سي 18 وفرحانه بالمشاركه ديالي للفيلم في بانوراما نساء جناح جيم لمخرجيه محمد نظيف اللي كان أدي فيه دور ابتسام بنت زوجها بزز ماشي واحد ما كتبغيهش وغادي يوقع لها اضطراب نفسي وغادي يولي عندها اكتئاب حاد وغادي تولي داخله في مصحه مع واحد النساء واحد اخرين حتى هما مضطربات نفسيا وغادي يتخلق بيناتهم واحد العلاقه الصداقه. انا واخا شي طريقه كيبقى عندي الزهر حيث عندي صحابات كنبغيهم وكيبغيوني بصح. فقرتنا من يوميات المهرجان شرفت على نهايتها. كنضرب لكم موعد غدا في نفس التوقيت. كونوا في الموعد وبسلام عليكم.